طيب السؤال هنا، بالرغم من امتلاك روسيا للسلاح النووي وأنها ثاني أقوى الجيوش من حيث القوة على مستوى العالم، والآن الجيش الأوكراني يحقق نجاحات وتقدم وقتال محتدم في مدينة خيرسون، بل إن هناك حديث عن انسحاب للقوات الروسية من هذه المدينة، كما أن هناك أيضا اشتعالا للصراع في دوناتسك بإقليم دونباس، وأيضا هناك خسائر روسية جراء هذه المحاولات الأوكرانية من أجل طرد القوات الروسية. فماذا تعلق على هذه النجاحات وحالة الصمود تلك للجيش الأوكراني؟ نعم، هو لا شك أنه لو لم يكن دعم كبير من أمريكا وحلفائها في أوروبا لما صمدت أوكرانيا. الآن نحلل وسننا مع هذا ولا مع ذاك، وإنما فقط ننظر إلى كما ينظر غيرنا ويحلل ونحلل كما يحلل غيرنا. فصمودها هو الذي بسبب كما قلت هذا الدعم المتواصل وألا متناهي وألا متوقف من خلال أمريكا وحلفائها في أوروبا ومعهم طبعا كندا والكل. فطبعا هذا يجعلها تصمد، ولا شك أن عندما تزود بمثل تلك الأسلحة استطاعتها وقد استطاعت أن تؤدي بخسائر فادحة وكبيرة إلى روسيا، أي من خلال ما تقوم به أن تتسبب في هذه الخسائر لروسيا، لأن روسيا حتى وإن كانت قوية فنحن الآن نعلم أن هناك أسلحة متطورة وطيارة بدون قائد، يعني في أمور عن بعد، يعني ما تحتاج الكثير من البشر أو من الأشخاص. ولذلك إنما بقدر ما يكون السلاح متطور فلا شك أنه يذهب الصاروخ بنفسه وتذهب الطائرة بنفسه دون قائد. فهذا الأمر طبعا هو الذي يجعل الدولة حتى وإن كانت ضعيفة إذا ما سلحت بهذا السلاح وإذا ما امتلكته وإذا ما أعير لها أو سلم لها أنها تستطيع